السلطان محمد الفاتح، أو كما يلقبه شعبه أبو الخيرات، هو سابع سلاطين الدولة العثمانية ومن أعظم سلاطينها، حيث قضى على الدولة البيزنطية وفتح القسطنطينية التي فشل الكثير في فتحها قبله وقهر الروم. نشأ السلطان محمد الفاتح نشأة إسلامية خالصة على يد معلمه أحمد بن إسماعيل الكوراني، وعرف بحبه للإسلام وتطبيقه للشريعة الإسلامية. اشتهر بعدله وفتوحاته الإسلامية على مدار مدة حكمه التي تجاوزت 30 عاماً. ولد السلطان محمد الفاتح في 20 أبريل 1429 بمدينة أدرنة تراقية بتركيا، وكان والده السلطان مراد الثاني ووالدته خديجة هاتون. لقب السلطان محمد بعدة ألقاب، منها الفاتح، أبو الفتوح، الغازي، صاحب النبوءة، أبو الخيرات. عندما بلغ السلطان محمد الفاتح 11 عاماً أرسله والده السلطان مراد إلى أماسيا ليكون حاكما عليها وليكتسب بعض الخبرة اللازمة لحكم الدولة. وخلال حكم محمد الفاتح لأماسيا أرسل إليه والده بعض المعلمين، لكنه لم يمتثل لأوامرهم، فأرسل إليه أحمد بن إسماعيل الكوراني فجعله معلما لولده وأعطاه قضيبا يضربه به إذا خالف أمره. فدخل عليه والقضيب بيده فقال له: أرسلني والدك للتعليم والضرب إذا خالفت أمري. فضحك السلطان محمد الثاني من ذلك الكلام، فضربه المولى الكوراني في ذلك المجلس ضربا شديدا حتى خاف السلطان محمد الفاتح وختم القرآن في مدة يسيرة. تولى السلطان محمد الفاتح الحكم وهو ابن 14 عاماً في عام 848، وذلك بعد وفاة أخيه الأكبر، وتنازل والده مراد الثاني عن العرش حزنا عليه. إلا أنه لم يمكث طويلا واستدعى والده ليتولى العرش، ثم اعتلى السلطان محمد العرش للمرة الثانية في 855 بعد وفاة والده، حيث توجه الفاتح إلى أدرنة عاصمة الدولة العثمانية وقتها، وتوج سلطانا للمرة الثانية. كان السلطان محمد الفاتح قمحي اللون، متوسط الطول، متين العضلات، كثير الثقة بالنفس، ذا بصر ثاقب وذكاء حاد، ومقدرة على تحمل المشاق، يحسن ركوب الخيل واستخدام السلاح. نادرا ما أدى الصلاة في غير مسجد جامع، وكان الفاتح محبا للتفوق، سريعا في فهم المواقف، يحسن معالجة الأمور، كبير اليقظة بعيد النظر. كان محبا للعلماء والأدباء، ويجد متعة في مناقشتهم وسماع نتاجهم. كان السلطان محمد الفاتح يعيش حياة بسيطة للغاية، لا تعد القراءة والتدريب على فنون الحرب ثم الصيد. كان عدوا للترف، عاداته غير معقدة ومائدته بسيطة كل البساطة. بالإضافة إلى تفوق محمد الفاتح في الناحيتين الثقافية والعسكرية، اشتهر الفاتح بكفاءته الإدارية والقانونية، فقد أنشأ دولة عظيمة وبنى ملكا كبيرا ساعده في القضاء على دولة كانت في يوم من الأيام لا تقهر. فقام بتوطيد دعائم الملك العثماني، وأكسب العثمانيين النصر الخارجي، وقنن القوانين، وعمل على استقرار الحياة الداخلية، وأشاع الأمن والطمأنينة بين أفراد رعيته. عندما فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية، لم يزد إجابته لجنوده المهنئين عن قوله: حمدا لله، ليرحم الله الشهداء، ويمنح المجاهدين الرف والمجد، ولشعبي الشكر. في ظهر اليوم الرابع توجه السلطان محمد الفاتح إلى القسطنطينية على ظهر جواده في موكب حافل، يتبعه وزراؤه وقواده وجنوده البواسل، ودخلها من باب القديس رومانيوس، وقد أعجبته المدينة بآثارها ومبانيها الضخمة. ولما بلغ السلطان محمد الفاتح منتصف المدينة توقف عن السير وخطب في من حوله وقرأ عليهم البشارة النبوية الكريمة: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. وهنأهم بالنصر، وأوصاهم بالثبات وعدم الغرور، والتمسك بالفضيلة وحسن المعاملة، والرأفة بسكان المدينة، وأمرهم بالكف عن القتل والسلب والنهب.
كما توجه الفاتح إلى كنيسة آيا صوفيا التي احتمى بها السكان والقساوسة، وقد سادتهم حالة من الفزع والرعب، فطمأنهم وأمر الراهب استكمال صلواتهم، ثم صرفهم إلى بيوتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، مما أدى إلى انتشار حالة من الطمأنينة بينهم. وأمر الفاتح بأن تعد كنيسة آيا صوفيا لصلاة أول جمعة بالقسطنطينية، فقاموا بتجهيزها وإزالة الصلبان منها، وتحولت إلى مسجد آيا صوفيا الشهير. وأمر الفاتح باختيار بطريرك جديد وأحسن مقابلته ومقامه، فساد الأمن والطمأنينة أرجاء القسطنطينية بعد أيام من فتحها. بعد أن عاش عمراً مليئاً بالإنجازات والفتوحات الإسلامية، توفي السلطان محمد الفاتح عن عمر ناهز 53 عاماً، وذلك بعد أن أقام طبيبه الخاص يعقوب باشا بوضع السم له. ويرى البعض أن ذلك كان بناء على طلب من إيطاليا، بينما يرى بعض المؤرخين أن يعقوب باشا وضع السم للسلطان بناء على طلب من ابنه بايزيد الثاني رغبة منه في تولي العرش. وتم دفن السلطان محمد الفاتح في أحد الجوامع التي أسسها في الأستانة، مسجد السلطان محمد الفاتح بإسطنبول. وانفضح أمر يعقوب فيما بعد وأعدمه حرس السلطان. وعندما وصل خبر موت السلطان للبندقية واحتوت الرسالة على هذه الجملة: لقد مات العقاب الكبير. انتشر الخبر في البندقية ثم باقي أوروبا، وراحت الكنائس في أوروبا تدق أجراسها 3 أيام بأمر من البابا. قضى السلطان محمد الفاتح 31 عاما في الحكم، كانت مليئة بالخير والفتح للدولة العثمانية، ففتح القسطنطينية وجميع ممالك وأقاليم آسيا الصغرى والصرب والبشناق وألبانيا، وحقق كثيرا من الإنجازات الإدارية الداخلية التي سارت بدولته على درب الازدهار، ومهدت الطريق أمام السلاطين من بعده ليركزوا على وسيع الدولة وفتح أقاليم جديدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.